أيضا معنا اتصال آخر من سيد عبد الله راجحي مدير إدارة النقل الجوي. رحب فيك أخوي عبد الله. يا أهلا وسهلا، مساءك حياكم بخير، طول عمرك. الله يسلمك، يا أهلا فيك. اليوم تقريبا 26 رحلة تبارك الرحمن، وفي هناك رحلة قادمة الآن باكر إن شاء الله بإذن الله راح تبدون أيضا سلسلة رحلات خلال الجسر الجوي. نعم، حدثنا عنها. احنا سلمك الله، أول شيء نمسي عليكم أهلين أجمعين. لا الحمد، يعني احنا في اليوم الأول وصل عدد الرحلات والمواطنين كما هو مخطط له، والله الحمد في نسبة كبيرة فيها. صحيح. يمكن في كان هناك بعض المسنج، بعض المسافرين لظروف خاصة مثل مرور كبار سن. نعم. يستطيعوا يعني ركوب الطائرات، ولكن في الله الحمد نسبة كبيرة جدا من ما كان مخطط له والله الحمد تمت. احنا اليوم وصلنا مثل ما قلنا، وصلنا الى 27 رحلة في انتظار رحلة واحدة بس كانت تأخير شوية تكنيكال، والحمد ان شاء الله راح توصل يعني ان شاء الله بعد قليل. الحمد لله. ايضا عندنا الرحلات بكره ان شاء الله لاستكمالا لعوده المواطنين، راح يكون ايضا هناك رحلات كثيره، يعني ان شاء الله راح توصل الى 23 او 22 رحله قادمه ايضا من دول مجلس التعاون، استكمالا للمرحله الاولى، وراح يكون لها مرحله ايضا يوم ثالث اللي ان شاء الله بعد الغد لاستكمال كافه مراحل المرحله الاولى باذن الله. اكيد الحمد لله، النجاح لله الحمد ظاهر. الحمد لله. كانت الرحلات مثل ما انتم تبونها ومتوقعينها بتنظيمها، ولا كان في نوع من التاخيرات على بعض الرحلات؟ ما شاء الله الكم كبير من الرحلات. الحمد لله، احنا نفس ما قلنا احنا كنا متوقعين، ولكن اللي صار ان احنا فاق التوقعات لله الحمد، وهذا كله بتعاون اخواني واخواتي جميع الجهات اللي موجودة والعاملة في هذا المركز، من أخواني في الطيران المدني، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، والله الحمد للجميع كان متعاون ومتفائل. قواكم الله. لكن في استفسار بس بسيط أستاذ عبد الله، قبل شوي تكلمت أن هناك من تخلف عن ركوب الطائرة. نعم. في رحلات لهم يرجعون؟ طبعا أكيد، إحنا رحلات دول مجلس التعاون مستمرة لثلاث أيام. من تخلف اليوم راح يكون لها طائرات بكره وبعد بكره باذن الله. باذن الله ما في احد ان شاء الله راح يكون برا باذن واحد احد. إيه هذه رغبه صاحب السمو ونبيهم كلهم باذن الله، كلهم عياله.